عمت مدن محافظة الأنبار احتفالات كبيرة، لا سيما مدينة الفلوجة الواقعة إلى الغرب من العاصمة بغداد، بعد إعلان تحرير قضاء راوة من احتلال داعش، حيث بتحرير هذه المنطقة باتت المحافظة محررة بالكامل من إرهاب هذا التنظيم الذي استمر لأكثر من 3 سنوات. هذا وعمت مسيرات الأفراح شوارع الفلوجة بعد ساعات من إعلان تحرير راوة وكسر شوكة الإرهاب في المدن الواقعة على الشريط الحدودي مع سوريا غربي العراق. شباب الفلوجة عبروا عن سعادتهم بتخلص الأنبار من داعش، مؤكدين استمرار تعاونهم مع القوات الأمنية لدحر أي قوة إرهابية. نطلق حملة ونقول ها قد ظهر الحق وزهق الباطل. اليوم نقول انكسر شوكة البغدادي وانكسرت دولة الخرافة، لا محل لها ولا مجال لها بيننا. اليوم من الأنبار ونقول نقول لكل لمن من القوات الأمنية، نقول لهم من الحج الشعبي والجيش والاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحج العشائري، نقول لهم الشكر موصول لكم على تحقيق هذا النصر العظيم. مبارك الشعب العراقي والأنبار خاصة، ونشكر قواتنا الأمنية من الجيش والحشد وحشد العشائري، ونشكر كل من ساهم بتحرير محافظات العراق.